إذن للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة السيد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. سيد أبو حسنة أهلا بك معنا. يعني وفق التقديرات حتى الآن، ما هو موقف الوقود في قطاع غزة، وربما كم من الوقت يكفي؟ هل الصورة واضحة؟ نعم، يعني نحن بحاجة يوميا إلى حوالي 200 ألف لتر من الوقود في قطاع غزة لتشغيل المناطق الحيوية، يعني التي تتعلق بالحياة، مثلا مضخات تحلية المياه، الصرف الصحي، البلديات، المشافي، عمليات الأونر وعرباتها التي تقدر بالمئات، منظمات الغير حكومية التي تعتمد علينا في موضوع الوقود، وبقية المنظمات الأممية. ولكن للأسف الشديد ما يدخل هو تقريبا 29% من الكمية التي من المفترض أن تدخل يوميا. ونحن لا نتحدث هنا عن قطاع خاص على الإطلاق، لا نتحدث لا عن مصانع ولا عن مزارع ولا عن ورش ولا عن أي شيء، نتحدث فقط عن احتياجات يومية لتشغيل القطاعات الخدماتية المرتبطة بالحياة. للأسف ما طيب يدخل هو ربع الكمية طيب تقريبا، كيف ولا تدخل تدخل بانتظام. كيف تتم هذه العملية؟ يعني نحن متواجدون في معبر كرم أبو سالم، هذه تدخل من خلال معبر كرم أبو سالم. نحن نأخذ هذه المواد لأنه لدينا الإمكانيات اللوجستية لذلك، ونقوم بتوزيعها عبر بالشراكة طبعا مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، برنامج الغذاء العالمي، كل المنظمات الشقيقة متخصصة في قطاع معين، ونقوم بتوزيعها عندما تصل. طيب هل هناك طرف محدد هو الذي يتواصل مع الاحتلال؟ لأن الأزمة كما يبدو مركبة، الجميع يحتاج إلى الوقود، سيارات الإسعاف، الدفاع المدني، المشافي وما إلى ذلك. يعني هذه المؤسسات لن تكون قادرة على تدبر أمورها، كما تابعنا العديد من المشافي تجري العمليات الجراحية على شاشات الهواتف. يعني من الذي يتحدث للاحتلال؟ هل هناك وسيط يمكن اللجوء إليه في حال الإخفاق في توفير هذا القدر من الوقود؟ كل المنظمات الأممية تتحدث مع الاحتلال، وهناك جهات أيضا أخرى تتحدث مع منسق الشؤون أو مكتب المنسق أو مكتب الارتباط، الجميع يتحدث معه. ولكن القضية ليست قضية التحدث وليست قضية شرح ما يحدث، القضية واضحة، القضية هو قضية قرار سياسي وإرادة إسرائيلية. لو أرادت إسرائيل ستدخل يوميا نصف مليون لتر من الوقود، هذا واضح بكل تأكيد. من ناحية الاتصالات الجميع يتصل، الجميع يشرح الموقف وخطورته، ولكن في النهاية الحقائق على الأرض هي التي تتحدث. يعني ليس هناك نظام متفق عليه يعني مع الاحتلال حول الكميات والأولويات والمناطق أو القطاعات التي ينبغي أن يتوفر لها الوقود، أم أن الأمر خاضع فقط لمزاج الاحتلال، يدخل ما يشاء ويحجب ما يشاء؟ ما تحتاجه غزة وما يحتاجه القطاع في كافة الأطر معروف تماما، معروف لدى إسرائيل، لدى الإدارة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كل المنظمات الإنسانية. نحن في حوار مستمر، والاستعدادات دائما تقال بأن هناك موافقات، ولكن عندما يأتي التطبيق على الأرض، على سبيل المثال 70% من المهمات التي كنا ننوي إدخالها إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو إعاقتها أو منعها لأسباب أمنية ولوجستية. أيضا 46% من المهمات في منطقة جنوب قطاع غزة التي بها معبر رفح، معبر كرم أبو سالم، أيضا تم منعها وتم إعاقتها أسباب مختلفة. يعني القضية هي قضية غير مرتبة، غير منظمة، وفعلا هي قضية عشوائية في النهاية. لا يوجد هناك نظام يجبر إسرائيل مثلا أن تدخل لنا 500 شاحنة يوميا. هل هناك نظام أيضا موجود على الجانب الفلسطيني؟ يعني هناك، أنا أقول لك، هناك فوضى شاملة. يعني الكثير من الشاحنات والقوافل التي نأخذها من معبر كرم أبو سالم يتم السيطرة عليها
هناك عمليات بادعاء أن هناك عمليات تهريب للسجائر، أناس جائعون يائسون يسيطرون على هذه الشاحنات ويستولون على ما بها. لذلك العملية هي عملية معقدة للغاية للأسف الشديد الآن.